بالنسبه لهذا الدرس هذا مثلا نحاول نشرحه. احنا الاهم في الامر كامل هو اننا نتعلموا الفرنسيه. اذا ناخذ نحاولوا الكلمات اللي غنحاولوا نستنسوا لهم. نكتبوا نص الساعه؟ لا ما نكتبوش. لا ما نكتبوش، لا غير نتابعوا معنا. عندنا مثلا في إليتي اون فوا، عندنا إليتي ال إيتي إليتي اون فوا إليتي اون فوا. هاد إليتي اون فوا كنستعملوها ملي كنبغي نعاود على شي حاجة في الماضي. في الماضي إليتي اون فوا وقعت شي حاجه في الماضي. كان يا ما كان إليتي اون فوا مثلا. كان يا ما كان في قديم الزمان. كان يا ما كان في قديم الزمان إليتي اون فوا. الفوا الزمان؟ ها لا، هذه كتستعمل بهالطريقه هذه. ربما تلقى هذه الكلمه ما كتعنيش هذه اللي هنا بالفرنسي باش عقلها إليتي اون فوا. دابا هو شنو بغى يقول محمد؟ بغى يقول واش فوا هي الزمان. قلت له راه كاين في اللغه الفرنسيه عندنا شي حاجه خصنا نتعلموها هكا، فهمنا؟ مثلا الزمان هو لوطو. عندنا الزمان، الزمان عندنا هو لوطو، تفهمنا؟ الزمان هو لو طون. اون فوا اون فوا اون فوا هي اون فوا هي مرة. اون فوا لا بروشين فوا المرة القادمة. لا بروشين فوا لا بروشين فوا المرة القادمة. المرة الأخيرة كي كنقولوا المرة الأخيرة، عندنا المرة الأخيرة هي لا ديغنييغ فوا. لا ديغنييغ، لا ديغنييغ، لا ديغنييغ فوا هي المرة المرة الماضية. المرة الماضية ولا المرة الأخيرة؟ المرة الأخيرة، لان عندنا لا ديغنييغ. لا ديغنييغ هي الاخيره. لا ديغنييغ الاخيره هي لا ديغنييغ. الاخير هو لو ديغنيي. لو ديغنيي هو الاخير. انتبهوا معايا باش تعرفوا الكتابه ديالي شنو كنكتب، لان ملي كنكون كنهضر راه انتبهوا لها. كنحاول دابا اللغه الفرنسيه نتعلموا هذه كتجبد لنا هذه، تفهمنا؟ غنمشيو بهاد الطريقة هادي. إليتي اون فوا قلنا هي إليتي اون فوا كان يا ما كان في قديم الزمان. كنستعملوها من أجل البداية، لو ديبي ديال لي كونت، في البداية ديال القصص. ملي كنجي نحكي شي قصة بحال كونت. كونت هي قصة. كونت 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 هي قصة. لو فيرب الفعل هو قص، يحكي هو غاكونتي. غا غاكونتي غاكونتي هو حكى يحكي. غاكونتي انتبهوا معايا مزيان، راه وحده كدوز وحده كدوزنا لوحده، وراكم غتكتبوا بهذه الطريقه هذه كاملين غتكتبوه. عندنا كونت. كونت هي كونت هي قصه. كونت غاكونتي هي قصة. حكى حكى غاكونتي. إليتي اون فوا ان بوجور كي يافي سات انفون. كي يافي كي يافي كي هي داك كي اللي سولتك عليها قبيله فاطمه الزهراء، هي كي اللي العاقل. كي يافي كي يافي كي يافي سات. شكون اللي شرح لي هذه الكلمه؟ سات. شنو هذا محمد؟ سات انفون.
qui avait sept enfants. Qui avait sept enfants. Je connais Charhali. Qui avait sept enfants. Qui avait sept enfants. D'accord, je vais vous الذي كان عندهم سبعة أطفال. ست هي سبعة. تعرفوا ل هذه ست سبعة. أنفون. les enfants الأطفال les enfants. ست أنفون سبعة أطفال. الذي كان عندهم أنا أكتبها هنا. الذي كان عندهم سبعة أطفال. الذي كان عندهم سبعة أطفال. لو بلي شكون اللي يقول لي هذه شنو كتعني؟ سهلة. لو بلي لو بلي لو بلي جون شنو كتعني؟ لو بلي جون لو بلي جون لو بلي جون يلا لو بلي جون هو لو بلي جون رجل لو بلي جون هو الأكثر صغارا الأكثر صغارا لو بلي جون كنقولوا جون مازال جون كنقولوا مازال جون زعما مازال صغير مازال جون كنقولوا مازال جون لو بلي جون الأكثر صغارا لأن لو بلي كتعني الأكثر لو بلي جون لا كنستعملوا لو بلي جون الاكثر صغارا تفهمنا هنا عندنا الي تي ان فوا انتبهوا معايا اخر مره باش غلط باش تكتبوا هذا الشيء هذا الي تي ان فوا كان يا ما كان في قديم الزمان الي تي ان فوا لو طون هو الزمان لو طون لو ديغني هو الاخير لو ديغني الاول هو لو برومي الاول هو قلنا لو برومي هذا الاول الاول هو لو بروميير الاخير هو لو ديغني كونت قصه غاكونتي حكا حكا لا بروشين فوا المره القادمه لا بروشين فوا لا ديغنيير فوا المره الاخيره كي افي سات انفون كي افي الذي كان عندهم سبعه اطفال لو بلي جون اكثر صغار يلا مزيان حاولوا تنقلوا لنا هذا الشيء هذا بسرعه شنو كتعني سو بوفر سو بوفر سو بوفر انفون شكون يلا محمد سو بوفر انفون انفون عرفتها سو بوفر انفون يلا فاطمة شنو كتعني سو بوفر انفون ما عرفتوهاش تابعوا معايا باش تسولوا كتعرفوا هذا الشيء سو بوفر انفون انفون شنو قلنا كتعرف فاطمه سارة انفون شنو هي لا لو بلي جون هو الاكثر انفون هو الطفل كنقولوا لونفون لونفون هو الطفل انفون طفل طفوله هي لونفونس طفولة فاطمة الزهراء شنو هي؟ لونفونس لونفونس انفون طفل طفولة لونفونس فهمنا؟ لونفون طفل لونفونس طفولة إذا سو بوفر انفون عندنا بوفر كتعني فقير بوفر هذا نكتب لكم هنا قلنا انفونس هي طفوله انفونس هي طفوله انتبهوا معايا باش ندخل لكم هادشي هذا العقل انفونس هي الطفوله قلنا بوفر هي فقير بوفر
pauvre هي فقير. كنقولوا pauvre. pauvre هو فقير. بالاسبانيه كنقولوها بربما في العربيه كنقولوا مسكين هذاك بوبري. بوبري راه اسبانيا كتعني فقير. اذا بالاسبانية هي pauvre. pauvre pauvre بالاسبانية فقير كتعني فقير. pauvre كنقولوا مسكين هذاك pauvre. pauvre pauvre بالفرنسي pauvre كتعني فقير. تفهمنا؟ pauvre بالاسبانية pauvre بالفرنسي فرنسي pauvre pauvre قلنا فقير. بقات لينا سو. دابا عرفنا شنو هي pauvre وعرفنا شنو هي enfant. اذا شنو هي شنو كتعني pauvre هان enfant؟ شنو هي enfant؟ طيب او pauvre فقير. اذا وشنو غتكون كتعني هذه؟ فقير طفل فقير. اذا بقات لنا سو طفل فقير. بقات لنا سو. سو شنو هي؟ مازال ما لقيناش اللغز ديالها. شنو هي سو؟ سو بوفغ انفون. هو سو بوفغ انفون. هو سو كتعني هذا. سو بوفغ انفون هذا الطفل الفقير. سو بوفغ انفون قلنا سو. سو كتعني هذا. بوفغ فقير انفون طفل. تفهمنا؟ تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ دابا كتعرفوا كامله شنو كتعني سو بوف انفون. دابا ما غدوخنا لا سو ولا بوف ولا انفون. صافي تفهمنا على هاد القضيه. انا فهمتكم ثلاثه في دقه. صافي قبيله كنتي ملاشي. دابا ها انت وليتي كتفتح عينيك. وافتح معايا عينيك باش عرف شنو كاين. سو بوف انفون. ها نحاولوا نزيدوا. سو بوف انفون هذا طفل الفقير. ولكن ما تعنيش هنا الفقير، غتعني خصنا نخدموا لانتيليجونس العقل. عندنا انتيليجون كتكتب بحال اونفون. انتيليجون كتكتب بحال اونفون. انتيليجون 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 شنو كتعني انتيليجون؟ ذكي. ذكي انتيليجون ماشي الدماغ. الدماغ هو سيرفون. لو سيرفون سيرفون. المهم ما عليناش. انتيليجون فاطمه زهراء دابا غتخدمي لي انت انتيليجون. غديريها لي بحال اونفون. كيما قلت لك اونفون طفل و لونفون طفوله. شنو قلت لك قبيله؟ اونفون. شكون تخليها هي؟ خليها اونفون. شنو قلت لك؟ اونفون طفل. وشنو قلت لك؟ اونفونس ها. اذا انتيليجون هي ذكي. ولا بغينا الذكاء بحال الطفوله الذكاء ما نقولوش ذكي بحال اونفون انتيليجون نقولوا الذكاء. الذكاء بحال هذه. شوفي لي غير هذه. شوفي هذه وانت ترديها بحال اونفونس. شنو ردوها؟ انتيليجون ذكي باش ردوها ذكاء. انتيليجونس انتيليجونس بحال اونفونس. راني وريت بحال اونفونس. انتيليجونس انتيليجونس هو الذكاء. صافي انتيليجونس كنزيدو اس اوف تيل. انتيليجونس هو شنو كتعني انتيليجونس؟ ذكاء. ذكاء و انتيليجون انتيليجون ذكي و انتيليجونس ذكاء. انتيليجون انفون. سو انتيليجون انفون. صافي دابا كنت كنفسر لكم علاش شكون جبدنا الذكاء. هو هذا الفقير هذا الطفل الفقير. لا هذا الطفل المسكين. تفهمنا؟ هي بوفغ كتعني الفقير ولكن احنا ما نقولوش هذا الطفل الفقير. كنقولوا مثلا هذا الطفل مسكين. تفهمنا؟ اذا الترجمه الحرفيه تقول كلمه كتعني هذا الطفل الفقير ولكن تكون كتعني في المعنى ديالها كتحمل المعنى. إذا معنى كتحمل هذا الطفل المسكين بحال يبقى فينا وقعت له شي حاجه مثلا اكسيدون كنقولوا هذا الطفل المسكين. صافي سو بوفغ انفون. اذا غتعلي لينا مسكين اها سو
يلا دابا غنحاولوا نشرحوا هذه الكلمه اون لوي اون لوي دوني اون لوي اون لوي دوني اون لوي دوني اون لوي دوني توجور اون لوي دوني توجور لوتور يلا محمد اون لوي دوني ماذا تعني اون لوي دوني يلا بيلي اون لوي دوني بلاتي خلينا انت منك سنشوفو محمد شنو غيقولنا اون لوي دوني اون لوي دوني ما عرفناش ما عرفتيش اون لوي دوني شنو عرفتي انت انت ملينا عرفتي توجور شنو كتعني توجور شنو كتعني توجور دائما وشنو هو دوني لا قلتي عرفتي لوطور نتايا شنو هي لوطور كاتب ها ماشي كاتب الكاتب لوطور هادي لوطور بالتي او ار تي الكاتب كتكتب لوطور لوطور لاخر الكاتب كيتكتب هكا لوطور لوطور الكاتب بهذه الطريقه انتبه فاطمه الزهراء الكاتب هو لوطور ولكن هذه شوف كيف مكتوبه هذه مكتوبه لوطور 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 اذا شنو كتعني لوطور ما عرفتوهاش لوطور كتعني الخطا لوطور شنو كتعني كتعني الخطا كنقولوا تييتور انت خطا tu as raison عندك الصح tu as tort انت مخطئ بلاتي امهدي انتبه معايا راه غنعمر الصبوره وتشي صار tu as raison مهدي tu as raison شنو هي tu as raison tu as raison هي انت محق انت عندك الريزون عندك العقل انت محق tu as raison عندك الريزون انت عندك الصح انت محق. أنت محق. محق أنا ما نكتبش بقى نكتب لكم هكا ما نكتبش أنت محق نكتب فوق غيزون محق صافي باش تشوفوا منها محق هذه أنت هي فين هي أنت ها أنا نكتبها لك أنت محق تويا غيزون أنت مخطئ هي كنستعملوا هذه تويا زيد محمد تويا طوغ تيا طوغ انت مخطئ انت محق شنو هي هي انت محق تيا غيزو انت مخطئ تيا تيا طوغ صافي تفهمنا باللي لو طوغ ها داك دومينيش لا اون لوي دوني اعطيناه دوني هي اعطى دوني الفعل دوني دوني شنو كتعني دوني؟ أعطى دوني أعطى هنا الفعل مصرف أون أون لوي دوني أون لوي دوني أعطيناه دائما الخطأ أعطيناه دائما الخطأ أعطيناه دائما الخطأ دائما عارفين توجور توجور هي دائما دائما أون لوي دوني اون لوي دوني اعطيناه اون لوي دوني توجور دائما الخطا ربما ارادوا ان يقصدوا في هذا النص سو تيكست سو بافغ انفون كنا دائما نراه مخطئ اعطيناه دوما الخطا هي كنا نراه دوما مخطئ ولكن هو ربما كان على صواب تفهمنا On lui donnait toujours le tort. أعطيناه دوما الخطأ. ولكن باللغة العربية تقدر يكون القصد ديالها رأيناه دوما مخطئ. On lui donnait toujours le tort. ولكن هو ce pauvre enfant. هذا الطفل المسكين. تفهمنا على القضية. Cependant, je ne sais pas si cependant. Cependant. Cependant, Amélie.
Cependant. Cependant, تستعمل للمعارضة. Cependant. بالرغم من. رغم أن. Cependant, تستعمل للمعارضة. بالرغم من. رغم أن. Cependant. كنشوف في غنزيد لكم واحد الاخيره نحاول نزيد لكم بلاصه التاريخ صافي نحاول نزيدوها بلاصه التاريخ عندنا صنتوا معايا باش تفهموا لي هذه et s'il parle peu il écoute beaucoup parler يلا شكون اللي غيشرح لي هذا et s'il parlait peu elle écoutait beaucoup s'il parlait peu elle écoutait beaucoup يلا هو يتحدث. هي قلتي بوكو هي بزاف ها هي الضد ديالها باينه وانت عاد كون ذكي شويه كون انتيليجون عاد كنهضروا على الانتيليجونس اولا كنهضروا على الانتيليجونس المهم هذه كتعني بوكو اذا هذه شنو تكون كتعني قليل فهمتي الشغل كي داير يتحدث قليلا ويستمع كثيرا ان تكلم قليلا انصت كثيرا فهمنا قلنا بو هي قليلا ياك ما تمزرها بو هي قليلا وبوكو شنو هي بوكو كثيرا بوكو هي كثيرا تكلم تحدث سيل بارلي بو ايل ايكوتي بوكو ايل ايكوتي هي كنقولوا سماعات لي زيكوتور اذا ايل ايكوتي هي سامعه يسمع ولا سامع إن تكلم قليلا سمع أنصت كثيرا صافي فهمنا هذه يلا حاولوا تنقلوا لي هذا الشيء هذا دابا